اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة جديدة بعنوان أخذني بذنب أبي بقلم المبدعة هدير مصطفى. وقبل ما نبدأ بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك. ويلا بينا نبدأ قصتنا. صحك ده ابقنا وانت والخالة رئيفة وخالتي نوارة محدش هيقدر علينا واصل. وهي نوارة قالت لك ايه في اخر مرة كلمتك؟ بتقول اصبر على الرز لما يستوي. مش عارفة هي بتفكر فيه، بس الواضح انها بتفكر في حاجة تقلب كل الموازين. مليح قوي كده، كل واحد لازم يشغل عقله. جرى ايه يا بنتي حزينة ليه كده؟ على قد ما انا فرحانة بوجودي وسطكم على قد ما انا حزينة على اللي بيحصل لشهاب. وايه اللي بيحصل لشهاب يعني؟ اللي هو اول واحد يتجوز بالطريقة دي ولا اخر واحد؟ طب وهدير يا بابا برضك مش اول واحد يطلق مرته. ايه يطلق مراته؟ ايوه هو قال لك ده، قالوا انه طلقها بسبب المشاكل اللي بيناتهم وانها هتسافر على مصر بعد ايام. وزاد الحزن على قلب هند فقالت هو شهاب فين؟ معرفش والله يا بنتي، هو كان قاعد معايا وجاله مكالمة وخرج. وهي لحظات قليلة ودخل شهاب ومعاه محمود فسلموا عليهم. وفرحت جدا هند لما شافت محمود لأنها عارفاه كويس لأنه كان بيزورها في أوضتها لما كانت مريضة، فابتسمت ابتسامة كبيرة ورحبت بيه جدا وأخدته لوالدها وقالت ده محمود يا بابا، يعتبر ابني التاني وغلاوته في قلبي من غلاوة شهاب بالظبط. منور السعيد كلياته يا ولدي. السعيد منور بناسه يا حاج. وده الحاج عبد العزيز والدي يا محمود، اعتبره جدك. ده شيء يشرفني يا ماما هند. وقعدوا جنب بعض فسأل شهاب هدير عاملة ايه دلوقتي يا ماما؟ اتجاهلته هند وكأنه مش موجود اصلا، فعاد السؤال مرة تانية وجاوبت بدون ما تبصله وقالت اوضتها عندك اهي، تقدر تدخل تطمن عليها. وفهم شهاب ان والدته في قلبها كتير من الغضب فتنهد بحزن وتوجه للأوضة عشان يطمن عليها. وساب محمود مع والدته وجده وهي لحظات ودخل عليهم هشام ورحمة فقالوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده محمود صاحب شهاب يا هشام. طبعا غني عن التعريف، احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده. اهلا وسهلا يا استاذ محمود. اهلا بيكم انتوا الاتنين، معلش بقى هتطفل عليكم شوية وهبقى ضيف عنديكم. اهلا وسهلا بيك، ده بيت العيلة وكل ضيف فيه يعتبر من اصحاب المكان. الله يكرم اصلك، تسلم. معلش بقى هنخطف جدي من وسطكم شوية، ممكن يا جدي نتكلم مع بعض في اوضة المكتب؟ فقام عبد العزيز وراح معاهم لأوضة المكتب وساب هند مع محمود. فقالت هند شهاب أكيد حكالك على كل حاجة. ما انت عارفة يا ماما هند شهاب ما بيخبيش عني حاجة. وانت ايه رأيك يا ابني؟ بصراحة نعذره جدا، شهاب اتحط في موقف صعب جدا، الحادثة اللي شافها وهو صغير مأثرة عليه وهتفضل مأثرة عليه للأبد. انت عارفة هو عايز يبعد هدير عنه ليه؟ بالرغم من انه بيحبها، مش بس بيحبها ده بيعشقها. وده اللي مجنني يا محمود، شهاب بيحب هدير جدا واللي انا حسيته ان هي كمان بتحبه، ليه بقى رافض وجودها جنبه؟ لانه خايف يجرحها. هو حاول كتير انه يسامح ابوها على اللي عمله ويكتفي بانه سجن وخسره كل املاكه، بس هو شايف ان كل ده ما يجيش حاجه من اللي انت عشتيه على مدار العشرين سنه اللي فاتوا، وحاسس ان الماضي ده هيفضل حاجز ما بينه وبين هدير. شايف انه مهما يكون بيحبها هيجي عليه وقت ويجرحها بسبب الماضي ده، وهو بيخاف عليها حتى من الهوا الطاير. وبص لها محمود ولقى ان الحزن ملا كل تفاصيل وشها فقال بضحك بغرض انه يغير الموضوع المهم مش انا اتجوزت؟ ازاي ده وامتى ومين وازاي معرفش اللي دلوقتي؟ احكي لك يا ستي. ونسيبهم ونروح لعبد العزيز اللي سمع كلام هشام ورحمة وقام هو بيصرخ فيهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ جاي قبل الجواز بكام يوم وتقول ما رأيتش اتجوز؟ فقربت رحمة من جدها وقعدته مرة تانية وقالت بحكمة وهدوء اسمعني يا جدي، احنا اصلا قرار جوازنا من البداية كان غلط، ازاي لاتنين كل واحد فيهم راكب قطر ماشي في طريق معاكس للتاني انهم يتقابلوا؟ انا وهشام مفيش ما بيننا قبول، ولو اتجوزنا هتحصل مشاكل كتير قوي ما بيننا واكيد هنطلق، والطلاق مش حاجة سهلة خالص، ليه بقى نحط نفسنا في الموقف ده واحنا نقدر اننا نبعد عنه؟ بس الجوازة دي ما بتخصكوش انتوا لحالكم. ازاي يعني يا جدي؟ لو جوازتكم اتلغت جوازة اخواتكم كمان هتتلغي. طب وهم ذنبهم ايه؟ هم بيحبوا بعض قوي. هو جواز البدل بده؟
طب وليه يكون الجواز جواز بدل؟ ما يتجوزوا عادي زيهم زي اي حد في الدنيا. عرفنا ده الراجل يتجوز بنت عمه، ولو بنتين وولدين يحصل بدل بيناتهم، وما تنساش شرط العمودية يا هشام اللي ابوك هيموت عليها. وانا مالي ومال ابويا يا جدي؟ صح يا جدي، احنا مالنا اللي ندمر حياتنا عشان حاجات ما تستاهلش؟ كل واحد فيكم قال الحديث اللي عنده. اسمعوني بقى، قدامكم فرصة لبكرة تكونوا فكرتوا مليح في حديدكم الماسخ ده وترجعوا لعقلكم. انا مش هقول حاجة لعبد السميع وجمال، بس تجولوا بكرة وتقولوا انكم موافقين على الجواز، وإلا قسما عظم اللي هوقف جوازة اخواتكم معاكم وتبقى سواد على الكل. يا جدي اسمعني بس، ما هسمعش حد. انا هي ناقصة لعب عيال ولا؟ وسابهم وخرج من الأوضة وتوجه لأوضته اللي في الطابق الأعلى. فوقفت رحمة وهشام بيبصوا لبعض وهم في حيرة من أمرهم. ونروح لهند اللي ضحكت بصوت عالي، فبص لها محمود باستغراب وقال: أنت بتضحكي يا ماما هند؟ طب أعمل إيه يعني يا ابني؟ أنت وشهاب عاملين زي اللي تلم الموكوس على خيب الرجاء. وإحنا نعمل إيه يعني؟ ما تعملوش حاجة، خليكوا واجعين قلبي كده وماشيين ورا عقلكم. وجت رحمة ومعها هشام، فقالت رحمة وهي بتتدخل في الحديث: وإذا كان العقل كمان مش نافع؟ لا انت كده عايزالك قاعدة طويلة، طب ما تيجي نقعدها دلوقتي يا عمته. وفهمت هند ان الموضوع محتاج قاعدة طويلة بسبب طريقة كلامها، فهبت من مكانها وبصت لمحمود وقالت: بعد إذنك يا حودة، الواجب بيناديني، اعتبر نفسك في بيتك، خدي راحتك خالص، انا هقعد مع هشام. يلا يا قلبي عمتك نطلع لأوضتي ونقعد سوا شوية. وبالفعل طلعت هند مع رحمة لأوضتها وسابت هشام مع محمود. وقعدت رحمة تشتكي لعمتها على كل اللي في قلبها من ألم تخطى طاقة البشر. أما شهاب فكان قاعد جنب هدير اللي كانت نايمة في نوم عميق وبيراقب كل ما فيها، صفو ملامحها وبراءة تفاصيلها، هدوء أنفاسها وصوت نبضات قلبها اللي كانت بتناديه. كل حاجة كان بيركز فيها تركيز شديد لأنه بيعشقها، بل اتعدى حدود العشق بمراحل. وفتحت هدير عينيها وبصت لقته جنبها، فابتسمت ابتسامة وجع وقالت: ألف مبروك. الله يبارك فيكي، بس على إيه؟ لأنك كسبت وحققت انتقامك، قدرت تكسرني يا شهاب. قالت كده وهي بتبكي، فنزلت دمعة من عيون شهاب بسبب حزنه على وضعها المؤلم، فبعد وشه عنها عشان ما تشوفش ضعفه. أما هي فمسحت دموعها بضعفه وقالت: أنا عاوزة أمشي من هنا، أرجوك يا شهاب، أنا مستعدة أفضل سجينة عندك، بس ابعدني عنك، ما عدتش عايزة أشوفك، حاول تنقذني من الموت، أنا ما بقتش قادرة أشوفك خالص. ممكن تهدي شوية؟ أنت تعبانة لسه، أنت اللي تعبني، وطول ما احنا قريبين من بعض هفضل تعبانة زي ما أنا. هروحك لبيتك يا هدير، خلاص هترجعي تعيشي حياتك وهتنسي الفترة اللي عشناها مع بعض دي. وانت شايف كده؟ وانت شايفة ايه؟ سكتت للحظات وهي بتبصله في انتظار اي رد فعل منه، فيمكن يقولها ويقول انه بيحبها، بس للأسف مردش. فابتسمت في محاولة منها انها تخفي ألمها واتكلمت وقالت: اكيد هنسى وكمل حياتي. وكده يبقى مبروك. على ايه؟ على الحرية. ايه اخيرا، ايه ما استنتها. خلاص نقول بكرة كويس؟ وليه بكرة؟ خليها النهاردة. معقول مستعجلة قوي كده؟ طبعا حياتي وحشتني، مش قلتلك وانا معاك بموت؟ بس هتقدري دلوقتي؟ خليها بالليل عشان طنط هند ما تعرفش الا بعد ما امشي. وبنروح لرحمة بعد ما انهت كلامها مع عمتها، فقالت هند: طب بصي يا رحمة يا بنتي، ايه رأيك تقعدي مع هشام وتتكلمي معاه؟ الحب ما بينطلبش يا عمتي، تسوى ايه كلمة حلوة تتقالك بعد ما تطلبيها؟ ما بيبقاش ليها اي طعم، بتبقى صعبة زي العطف والشفقة والمواجهة اللي حصلت ما بيني انا وهو. ما ينفعش اننا نكمل سوا بعدها، لان وجودنا سوا هيوجعنا احنا الاتنين. انا عارفة ومتأكدة انه بيحب رهف، وهو عارف ومتأكد ان انا بحبه، بس خلاص بقى جه الوقت اننا نتحرر من العلاقة اللي ملهاش ملامح دي. طب وهاجر ومجدي؟ هي دي المشكلة، هاجر ومجدي بيحبوا بعض جدا ومستحيل يفترقوا، وجدي حاطط شرط يعني نتجوز احنا الاربعة يا مفيش جواز خالص. يعني انت شايفة ان فراقكم هو الحل الاخير؟ مفيش حل غيره اصلا. طب انا هتكلم مع جدك، يمكن نوصل لحل. اما هدير فقامت من فراشها بعد ما انهت كلامها معاه وخرجت من الأوضة وهي بتتسند على الحيطة، وبصت حواليها في انحاء البيت بس ما لقتش اي اثر لحد. او ثواني وظهرت زينة اللي بصت لهدير بنظرات شفقة وقالت:
يا حرام، عندك حق فعلا انك تتعبي، اصل مش سهل ان الواحدة جوزها يتجوز عليها كده وتقف تتفرج. معلش بقى هنقول ايه؟ فظهرت رحمة لسابت عمتها تتفاوض مع جدها، وقررت تنزل لتحت. وهي ونزلة سمعت كلمات زينة المسمومة اللي بتوجهها الهدير، فردت وقالت: وانت ايه اللي مزعلك يا زينة؟ اظن دي حاجة تخصها هي وجوزها وبس. فاتضايقت زينة من كلام رحمة وقالت: فاضل انت بقى، ده حتى المثل بيقول من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه. عندك انت بقى من كرهنا تلزقنا فيه زي طابع البسطة. وكانت رحمة هترد، بس جت هاجر اللي اكتر واحدة بتكره زينة وقالت باستفزاز: ويعيني على اللي حبه ولا طلشي، عمل كل اللي يقدر عليه وبرضه ترمى تحت الرجلين. فزاد غضبها وتنفست بضيق وسابتهم وطلعت السلم والغضب مسيطر عليها. اما البنتين فمسكوا بيد هدير وقالوا: معلش ما تزعليش من كلامها، هي دايما كده دبش. سيبك منها وقولي لي عامله ايه دلوقتي. ما تقلقوش عليا، انا متعوده على الازمات دي، وبعدين انا زي القطط بسبع ارواح. وعند هند كانت بتتكلم مع والدها في اوضته الخاصه وقالت: يعني كده خلاص ده اخر كلام وما هرجعش فيه؟ واصل يا هند. بس يا بابا الشباب مش حابين بعض. ما يهمنيش واصل، ده قراري الاخير، يا يتجوز الاربع يا بلاها جواز خالص. والحد هنا تكون حلقتنا انتهت، بس قصتنا لسه في بدايتها، لسه في احداث جميله ومشوقه جدا، اكيد هتعجبكم باذن الله. بس شجعوني ودعموني باللايك اللي بيفرحني جدا، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. بحبكم قوي، مع السلامة.